صار لي ما حكيت فترة لأنه بالفعل كنت متفائلة من مبادرة الجامعة العربية، وحسيت أنه بجوز يكون في شيء له معنى ممكن يتكون من هالمبادرة هي، وخصوصا لما سمعت الكلام عن اللف والدوران وأنه ما عاد في أي تحمل طريقة التعامل هي من النظام السوري. فكنت متفائلة، لكن يوم ورا يوم عم نسمع أخبار صراحة يعني بتهز البدن، أخبار بتخلي الواحد يحس أنه دم الشهداء السوريين الله يرحمهم جميع ما عم يعطي صدى بآذان أو بعقول الحكام العرب. يعني مجرد المهلات اللي عم يعطوها لهالنظام، سواء هنن ولا تركيا ولا كل البلاد عم تجي وتتدخل وتقلنا لا طولوا بالكم، عطوا أسبوعين، لا عطوا 3 أسابيع. طب 3 أسابيع قدام عينكم هو عم يجر الدبابات من بلد لبلد، ما في مدينة بسوريا إلا ما عم يقصف فيها والناس عم تستشهد، 400 شهيد بعد بدء المبادرة العربية. يعني كيف بتطلبوا، يعني كيف أنتوا قيمة المعارضة قبلت ولا ما قبلت، بس كيف أنتوا بتقبلوا انه تقعدوا على طاوله واحده مع انسان قاتل مجرم؟ يعني كيف بتسخوا بكلام واحد بيقول انا خلص نبذت العنف وما عاد في عنف وخلص وما عاد في دبابات وسحبت وخلص، ورد ثاني يوم بيرجع بيعمل مثل ما عملوا اكثر؟ يعني كيف بترضوا انه انتم تقعدوا على طاوله واحده مع مجرم؟ كيف بدكم المعارضه تحكي مع شخص عم يقتل شعبه وعم يستمر بقتل شعبه؟ يعني حتى بعد المبادرات ما وقف، يعني مو بس ما سحب الدبابات إلا ما وقف القتل والاعتقالات والمداهمات وقتل الأطفال واغتصاب النساء. يعني أنتوا يعني أنا عم بستغرب، لأنه العرب مفروض عندكم شهامة، مفروض عندكم نخوة، مفروض عندكم أنه ما ترضى لأي مرأة عربية أو مسلمة هي أختك، أنت عم ترضى هالشي يصير هاد وساكت وعم تقول تعالوا نقعد نحكي؟ يعني عم بتفاجأ بطريقة للأسف يعني مخيبة للأمل. أنتوا عم تعطوه فرص بس لحتى يقتلنا أكتر وأكتر وأكتر. يعني المعارضة أو يعني المجلس الوطني ما في يعود، على أنه أساس بده يقعد يحكي معه؟ على أنه أساس بده يحكي مع نظام عم يقتل شعبه؟ ما في أي حوار مع شخص عم يقتل شعبه. نحن دماء الشهداء برقبتنا، برقبة المعارضة، برقبة الثوار، برقبة الحكام العرب، برقبة الجامعة العربية، برقبة مجلس الأمن. كل إنسان عم يموت وكل إنسان عم يتعذب، هدول اللي صار لهم 8 أشهر بالمعتقلات عم يتعذبوا، الله أعلم شو صار فيهم. يعني هدول برقبتنا نحن، ما فينا نجي نقعد مع اللي عم يسبب هالأذى هذا إلهم. يعني كمان لازم تكون على عيني مبادرة وعلى عيني دبلوماسية، بس كمان الكلام اللي عم نسمعه شيء بيزعج. يعني انه نبيل العربي يقول انه اي ما في دبابات بسوريا، الدبابات فقط لقتل العصابات المسلحه، هذا كلام يعني مثير للاشمئزاز وبخلي الواحد يطلع خلقه وينزعج من هالكلام هذا ويفقد الثقه، يفقد الثقه تماما باي قدره هن عندهم اياها على حل هالمشكله هي. وبيقولوا انه والله الثوره ما نضجت لانه ما طلعوا بدمشق مثل ما طلعوا بحمص وحماة ودرعا وإدلب. والله الحق يقال إنه الشجاعة اللي ورجوها رجال ونساء حمص وحماة وإدلب ودرعا ودير الزور، الشجاعة يعني ما مرق مثله بالتاريخ. أوكي، بس هذا لا يعني إنه أهل الشام ساكتين لأنهم، أو أهل حلب لأنه عاجبهم اللي عم يصير. كل ما هنالك إنه يعني إذا شيخ الشام، الشيخ الرفاعي بياكل قتلة من الصعاليك الشبيحة بقلب الجامع يوم ليلة القدر والقرآن والمصاحف بتنشأ، يعني شو يعني بس لأنه أهل الشام مو مستعدين يطلعوا ويموتوا مو معناته أنه هنن راضين عن النظام؟ يعني هالشي هذا المفروض يكون بديهي بالنسبة للناس دبلوماسيين على أساس ومثقفين ومخضرمين بالسياسة. يعني هي شغلة بسيطة، فما تضحكوا علينا، ما تضحكوا علينا لأنه صارت الشغلة مكشوفة. أنا لسه عندي أمل أنه المعارضة تبعنا لح تتوحد ولح يبطلوا كل واحد يطلع يحكي على كيفه، لح يكونوا صوت رجل أو امرأة واحدة وكلهم يحكوا بنفس القلب
ويا ريت يخلوا اشخاص محددين هن اللي يحكوا باسم المجلس، مو يحكوا باسم ارائهم الشخصيه. لكن معلش المعارضه عم تعمل جهدها، وانا مع المجلس الانتقالي وبشجعه، وان شاء الله بيكون من 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 هيك لاحسن بالمستقبل. لكن هي مو مشكلتي، مشكلتي هلا انه الجامعه العربيه لازم تتخذ قرار يعني يليق بكلمه العربيه باسمهم، اوكي؟ لانه اللي عم ياخذوا شبيه بالجامعه العبريه، اوكي؟ لانه هالشيء هذا ما بيصير، وتخاذلهم يعني بصراحه بيخزي. وبتمنى من كل قلبي انه النخوه تطلع والشهامه تطلع وياخذوا الموقف الصح، وحتى هن يكسبوا الشعب السوري بالمستقبل، وتضل علاقاتنا منيحه معهم.